صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. في هذه الفقرة رح نحكي عن علم ترتيب الأشياء وعلاقة الأشياء يعني عادة بحكم الإيمان أو ربما الثقافة أو الفلسفة الصينية. الأشياء ما حولنا تؤثر علينا، تؤثر على نفسياتنا، على روحنا الإيجابية، على طاقة جسدنا. هذا العلم يسمى الفونغ شوي، رح نتعرف عليه أكثر. هو فن وعلم عمره أكثر من 4000 سنة، ابتدعه وجاء به وآمن به الصينيون، ونحاول نعرفكم من خلال دكتور عبد ناصر جرار وهو رئيس اللجنة رياضة الأرنيس الأردنية على هذا الفن وعلى علم الفونغ شوي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور عبد الناصر. صباح النور. أهلا فيك. أول شيء اللفظ يختلف عليه كثير من الناس، في ناس بقول لك فونغ شوي وفي ناس بقول لك فونغ شوي، ما هو اللفظ الصحيح بيناتهم؟ هلا في الصين في 3 لهجات بيستعملوها الصينيين، اللي هي الكانتونيز، فوكيان والماندرين. بالطريقة اللي أنا درست فيها هي هونغ كونغ، يعني هي كانتونيز، فإحنا بنسميها فونغ شوي. فونغ شوي. بالماندرين بفصوها فونغ شوي، يعني يعني هي اختلاف لهجات. اختلاف لهجات فقط، يعني مش بس اختلاف نفس العلم ولكن اختلاف لهجات بين منطقة ومنطقة ربما. أو بس الكتابة نفسها. نفس الكتابة. نفس الكتابة. زي نحن نقول نحكي قال وقال يعني. نفس الشيء. نوعا ما من هذا المنطلق. إذا بدنا نعرف هذا العلم أستاذ عبد الناصر دكتور. العلم الفونغ شوي هو عبارة عن العلم اللي له علاقة بالترتيب الأشياء، يعني هو علم ترتيب، هو science of arrangement، على أساس تصير متوازنة أو تقدر تمشي بهارموني أو بسلام مع الطاقة اللي بتتحرك مع الهواء. أوكي. يعني فيش بيت ما بفوته هواء. فهلا التشي او الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي احنا بدنا نحاول ننظم بيتنا او نحاول نعمل الطاقه تبعتنا كويسه على اساس تقدر تتناسب مع كيف الهواء بدخل وكيف الضوء بدخل. فهو زي ما تقولي الهواء والضوء هو عمليه ترتيبهم مع انسيابيه هاي هدول المادتين او هدول العنصرين بالطبيعه، الهواء والضوء. فعشان هيك احنا من بتلاقينا بنصير نقول لهم ديروا بالكم فين تحطوا المري، لانه اذا المري مع دخول الضوء على البيت ما كانت تمشي بانعكاسات صح بتسبب اشياء سلبيه اكثر ما هي ايجابيه. انا ليش حاسه دكتور عبد الناصر انه هذا العلم معقد؟ يعني ممكن انت كمختص ودارس هذا العلم تفهم فيه، بس يعني كست بيت مثلا او شاب بده يعفش بيته لعريس وعروس، يعني من وين بدهم يحصلوا على المعلومات؟ كيف بدهم يقدروا ياهلوا حالهم حتى يصيروا شاطرين بهذا العلم؟ العلم يعني هو يعتبر ادفانس ساينس، يعني هلا هم بيبدوا متقدم، بده يعلموا الطالب كبداية بالكونفو على أساس هو يبدأ يحس بالشي أو بالطاقة بجسمه اللي يبدأ تتحرك بجسمه، ويصيروا يعلموه كيف يسيطر عليها على أساس يطلعها عن طريق إيديه، عن طريق إجري، عن طريق الجيتس اللي هم الأبواب. بس يبدأ يحس الطالب بالطاقة بجسمه بيبدوا يرفعوه بأدفانس على أساس يبدأ يحس بالطاقة حواليه، يعني حواليه كهالة. بعديها بصيروا يرفعوا بطريقة على أساس أنه يطلع ويصير يحس بالطاقة على 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 مسافات أطول، يعني يقدر يتعامل مع الطاقة كعوامل الطبيعة، يقدر يتعامل مع عوامل الطبيعة، ومنها إذا بيطلع أكثر بصير يقدر يتعامل مع عوامل الكون. فبصير هو زي كأنه ميديوم أو وسيط بين الناس وبين الطاقة على أساس يقدر ينظمها. علم الترتيب بحاجة لحدا مختص يشتغلها، بحاجة لحدا مختص. يعني هم بقول لك بالصينيين هو العلم اللي المفروض ياخده السكولر، يعني الطالب المؤهل المميز. وبعدين ناحية علمية يعني خلص بطلت رياضة. هلأ بالفونغ شوي بتضطري انك انت تستعملي حركات كونفو معينة على أساس تقدر تنظمي الطاقة في بيت واحد. والله. فإذا ما كان الطالب بيعرف بطريقة الكونفو والطريقة الكونفو التقليدية أو الكونتاو ما بيقدر يحرك الطاقة. أوكي. لأنه إذا الطاقة دخلت علي، يعني أنا أجي أحاول أصلح الطاقة لناس والطاقة لبستني، إذا أنا ما عرفت أتخلص منها
انا اذيت نفسي عدا عن هيك محترفين بدنا محترفين. طيب احنا معانا مجموعه من الصور، وانا كنت عم بحكي لك دكتور عبد الناصر انه مرات كنا نحس لما نروح نزور ناس معينين نشعر بدفء وحميميه بيتهم، ننبسط ونطول السهره عندهم، عكس ناس ثانيين عندهم بجوز بيوت احلى احلى وافضل واجمل واثرياء مثلا، ما نشعرش بالراحه عندهم، بجوز هذا الشيء له علاقه بهاي الطاقه. هي عندنا اول صوره دكتور عبد الناصر، يعني لو نعلق عليها شو المشكله؟ الصوره هون؟ هاي لاحظي انه في باب بلكونه، باب البلكونه قدامه تخت، وطبعا دائما احنا بنقول نو نو للتخت يكون قبال بلكونه، لازم باب البلكونه يجي كروس. بنفس الوقت جاي المري على الشمال، والمري جايين اربعه، واربعه رقم احنا بنسميه بالصيني ديث يعني موت، والباب تبع البلكونه عاكس على المرايه فعامل بابين، فدبل انرجي دبل باد لك، يعني فعم بدخل طاقة سلبية مضاعفة على اللي موجود، فما برتاح في نومه. هل هي يغيروا الأسرة اتجاه هذا؟ بهيك حالة احنا مضطرين انه نلغي مرايتين من الموري على اساس انه تصفي، يعني it's better bad luck than death. أوكي. زي ما بقولوا. اوكي اللي بعدها نشوف اللي بعدها. اوكي الشاندلير، الشاندلير بيعمل عدم تنظيم للضوء، فلما الضوء بيضوي جواته بصير يعكس على الكريستالز، فلما بيعكس على الكريستال بيطلعش كلياته منظم، بيطلع عدم عشوائي عشوائي. فبصير ياثر على الموجودين، بصير يعمل ديستورشن. احنا كلنا عندنا هاي الشاندلير لازم يكون في بابليك بليس مش برايفت بليس، يعني يكون في مطعم، يكون في اماكن فيها بابليك مش في بيوت. كان شو البديل اذا بدنا نضوي؟ بدك تحطي ضواب اضاءه واحده تكون هي اللي بتشع، او تكون اذا بدك تعمل يعني توزيع معين. طيب بس الشاندلير مش كويس هون اكثر كثير. انا بلاحظها في البيوت انه دائما في عندهم فراغات، لاحظي انه دائما بين الحيط والهاي. طب هلا الطاقه لما تفوت كضوء مع الضوء ومع الهواء قاعده بتنحشر، فممكن امرها لما تفوت طاقه سلبيه تفوت وتقعد في الزاوية، لأنهم دائما بحبوا يقعدوا بالزوايا وتضلها موجودة سلبي هناك. فعشان نكسر هذا الموضوع بنحط نوع من البلانت اللي ما فيهوش شوك بالزاوية عشان نخبيها، وبنحط فيه كوين عشان يمص الطاقة السلبية. اللي عنده زاوية فاضية يعني بيقدر يحط فيها نباتات أو يحط فيها جرة، ويحط فيها زي ما تقولي فلوس معدن، قطعة نقدية معدن، عدد فردي عدد فردي. واحدة ولا ثلاثة مثلا هون؟ هون عنا طبعا أشياء بسيطة، عنا هاي كيف بدي أقول طريقة السفرة مع الترتيب، حاشر الطاقة بطريقة إنه في فراغ بالزاوية، فالغرفة هاي الطاقة تبعتها جاي من الشمال فلاي الزاوية ضاربة بقبال الطاقة، فهي زي كأنه الطاقة جاية قاعدة بتقص الطاقة، فعشان احنا نقدر نعمل هارموني بنحط بلانت هنا. تمام برضه مع كوين. إذا يعني بشكل عام إذا بدنا نبسط الأمور، أنت مع إنه ينحط بالزوايا بلانتس؟ لازم ينحط نباتات بلانتس. والله لأنه اللون الأخضر بزيد الفورتشن دائما بالزوايا، بس يكون البلانتس ما فيهم شوك أو الورق تبعه ما بيكون بجرح الهواء. أوكي. يكون أملس. يكون أملس. وإيش الإنفلوب الأحمر؟ الظرف الإنفلوب الأحمر هاي تراديشن عند التشاينيز، إنه لما واحد بفوت على بيتك يعمل لك فونغ سوي حتى لو كان صاحبك. بتعطيه امباو كشعار انه انت وصلت بينك وبين الميديوم، فاي طاقه سلبيه لما تشوف هذا الاشي بتعرف انه انت صار زي كانه بينك وبينه كونتراكت. هلا ايش ممكن يكون بالظرف؟ ارجع لك، ممكن تحطي له قرش، ممكن تحطي له مثلا سيرتيفيكيت، جيفت سيرتيفيكيت لمطعم يروح ياكل، او ممكن تحطي له اي شيء بيطلع من نفسك، يعني امتنان، يعني شكل كامتنان تبين بظرف احمر لانه احمر فاير. ضل معنا صور؟ لا هدول هم الصور اجمالا. طيب. يعني اذا في هيك نصائح مثلا، انت كنت عم تحكي لي عن هاي القطعه اللي زي المزهريه هاي اللي قبالي فيها شعر مثلا مش مبين للمشاهدين بس قدامي مبين انه مكسور شوي منها، الاشياء المكسوره شو مشكلتها؟ هلا لما انا اطلع على المراي وتكون المراي مكسوره قدامي كيف شكلي بيكون؟ عجيب غريب ديستورتد. اوكي نفس الشيء هلا تشي لما تصير بدها تتحرك منك للمشاهدين او لقدامك قاعده هاي عم تعمل ديستورشن، ات مي بي ا ليتل، يعني ممكن يكون بس شوي. اوكي بس هاي الشوي ممكن تعمل ديستورشن بطريقه انها تاثر على اللي بتفرج ما تخليهوش يشوف.
صح زي ما لازم بده. نبعدها عشان فأي أشياء بتكون مكسورة أو مشعورة أفضل ما تكون موجودة. إيش عندنا بالاستوديو شيء هيها هون الزاوية هون مكسورة، إيش عندنا بالاستوديو شيء ممكن تحس إنه ممكن بده تغيير مثلا بقدر الإمكان لحتى تصير طاقة الاستوديو مثلا أفضل؟ هلا بالنسبة للاستوديو أنتوا عندكم ضوء كتير بس مش عارفين تحطوا له إشي اللي هو كيف بحطوا على أساس يحكموا الضوء بالأمبريلا على اساس يعملوا كنترول على اللايت مع الموري. ما نقدرش نتحكم فيها لانه هاي شيء تكنيكال يعني. بنقدر نحط مرايه. بنقدر نحط مرايه ونقيس الزوايا تبعتها بطريقه معينه، لما بتنحط المرايه بصير اللي بتطلع عليكي بالبرنامج بتضاعفه. بس بدها تنحط بزاويه معينه بطريقه معينه. تمام. كثير الموري قصه مقلقه عند الناس حتى بثقافتنا يعني، بقول لك المرايه لازم تكون لها مكان معين غرفة النوم مثلا زاويتها معينة، شو نصائحك بالنسبة للمرايا تحديدا؟ هلا المرايا مثلا كلنا عندنا بالحمامات موجود في مرايا كمان في بكثير اماكن، في ناس بحطوا بالانتريه اول مدخل البيت مراي، يعني تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع المرايا. هلا المراي عالم ثاني. المراي المراي والزوايا عالم ثاني وعالم بارد 24 ساعة اربع فصول. يعني بالصيف حطي ايدك على المراية بتلاقيها باردة. المراية زي ما في ناس بيحاولوا يعملوا زي ما بسموه ميرور جيزينج، اوكي، انه بصيروا يتأملوا في المراية بتخلهم على عالم تاني. مزبوط. اذا ما عملوا كنترول عليه بفقدوا روحهم يعني بصيروا محكومين. بيقولوا حتى بنجنوا لما تطلع على المرايه كثير بنجن. كنا هيك نسمع واحنا صغار لا تطلع على المرايه كثير بتنجن. ما تصفن في المرايه. ما تصفن في المرايه، لانه حتى بالدين احنا تحذرنا من المرايه، انه المرايه عالم ثاني وديروا بالكم لما تطلعوا عليه، في دعاء لازم تدعي كل ما تطلع على المرايه. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال المرايه فيها روح، ووصفها زي كانها انثى وكلها زي لابسة أسود أو مغطى بشعر. فهي عالم تاني. لما أنت بتطلع عليه هو عم بتطلع عليك بالعكس. هلأ بجنوب شرق آسيا بتطلعوا عليه وبيخافوا منه بالمري بأيام لما بيكون فول مون. بقول لك ما تطلعش على المراي لما بيكون الفول مون، لأنه مكتمل. خاصة باللي بتصير الانرجي تعكس من المراي سلبية علي. فالمفروض لما بيكون القمر بدر الناس ما تطلع على المراي بالليل. تمام. أو تخفف منها قد ما بتقدر. أوكي. هلأ المراي زي ما قلت لك الطاقة بتتحرك أو تشي أو الإلكترومغنيتيك إنرجي اللي هي بتتحرك على أساس إحنا بدنا نحاول نعمل كنترول، بتفوت عن طريق الهواء والضوء. الضوء لما بفوت بصير يعكس. لما وين بتكون المراي موجودة بيعكس. هلأ أنا لاحظت اللي بتفوتي على بيوت كتير حاطين مراية بقلب البيت قدام البوابة. تمام. فهو اوكي احنا بنفوت مجموعه بس بعديها قاعدين نتوزع. تمام. هلا المجموعه اللي فاتت هاي كانت ضعف بالعدد على انه المراية موجوده. ضعف العدد هذا هل هو متاكد انه ممكن يكون في سلبي ولا مش سلبي داخل معي ومش شايفه انت؟ فانت المفروض المراية ما تكون قدام الباب في بيوت. هاي بتكون قدام الباب في المطعم عشان تزيد عدد الناس اللي بفوتوا. فبتزيد الكاستمرز والانرجي او الفورتشن. فالموري دائما لازم يتخففوا وينحطوا بطريقه صح بالبيوت. غرفه النوم لازم تخفف منها الموري خاصه عند المتجوزين، لانه بتسبب خلاف بين المراه وجوزها، خاصه اذا الموري توزعوا كثير وطلعوا فوق في السقف. اكيد في خلاف. صار في موضه هلا ينحط مراي بسقف. هاي بتسبب خلاف، بتسبب مشاكل. هلا الصينيين اللي قدام كانوا لما الواحد يتجوز بده يفوت بغرفه النوم، فهي غرفه جوا غرفه، كانوا يعملوا غرفه خشب يحطوها بقلب غرفه النوم، ولما يفوت هو ومرته جواتها يسكروا على بعض. أوكي. عشان ما حدا يشوفهم. ففي شغلات كتير بالفونكسوي بالنسبه للموري لازم الناس تدير بالها منها. الصور الاشخاص، صور الاشخاص افضل دائما اذا كانوا من غير شر ميتين ينحطوا في محل واحد، مثل الالتر مثلا، يكون في بخور، يكون في تمثال لسنمريم، يكون في شيء زي الالتر يعني. ما يتوز يكونوا في غير الالتر، لانه الروح تبعت الميت بتتحرك او الطاقه خلينا نقول اللي لها علاقه مع الاشياء العالم الثاني بتصير تتحرك وتفوت. الصور افضل دائما يكونوا نص مش كامل، لان الطاقه ممكن تدخل تعمل انهابيتيشن او تلبس الصوره الكامله. بس الصوره النص ما بتلبسها، وحتى لو لبستها بتكون ضعيفه بتطلع منها كطاقه. فافضل دائما يكونوا دائما الصور بعمليه ترتيب معين، اللي لما انا اطلع على مجموعه صور
نفسيا اكون مرتاح، مش وحده طالعه وحده نازله وحده عامله هيك، فبتاثر على الطاقه، بتاثر علي انا كانرجي كونه انه عيني بتطلع طاقه. طيب انا بس عم بخطر على بالي بس احكي قضيه كثير مهمه، احنا عم نحكي علوم صينيه شرقيه قديمه، يعني عشان ما يروح بال حدا انه عم نحكي مثلا لا سمح الله شيء له علاقه بالشعوذه مثلا او معتقدات يعني غريبه، هاي علوم كتير في ناس اللي عم بيلتفتوا إلها بالعالم حتى مزهور. وحتى عم بيصمموا الأثاث، لما نشوف مصممين ديزاينرز يعني مصممين مزهور. أثاث عم بيشتغلوا على الفلسفة الصينية في تصميم الكنب مثلا، الأسرة، حتى الأشياء اللي بناكل فيها كلها صارت يعني مرتبطة كتير بهاي الثقافات. صح، كل الشركات الكبيرة مثل بيبسي، كوك، كي اف سي، كلهم بيستعملوا اللون الاحمر وبيستعملوا فونغ سوي عشان يمشوا بضاعتهم ويخلوا الطاقه تبعتهم تمشي عشان يقدروا يبيعوا البضاعه. فهي لها علاقه بتنظيم الطاقه في البزنس او في محل الشغل وبتغيره بطريقه انه فعلا بتخليه يصير يشتغل. شو اللون اللي بعد عنه داخل البيوت الاتهام الاكبر عليه؟ يعني في لونين، اكثر لونين ابعدوا عنهم دائما هم الاسود واللون البني. الاسود والبني. يعني احنا الشعب بنحب اللون البني كثير. انا بعرف كنبايات بني، الكراسي بني، كل شيء بني بكون دائما. يعني خذوا من الالوان السبعه الباقيين. عندك الابيض، عندك الازرق الفاتح، ازرق غامق، عندك الاحمر، عندك الاخضر، عندك يعني مشتقاتهم، فروحوا على هاي الالوان. مليئه الالوان الاسود والبني، مليان، ما مشتقات الانواع بتصير. طيب وين بيستخدموهم اكثر شيء اللون الاسود والبني؟ يعني عشان الاسود حداد، دف. أوكي. يعني حتى احنا بديننا احنا المفروض ما نلبس اسود. مزبوط. البني تقيل، يعني هو يعني خلينا نقول البلاك هو دف، والبراون بيجي او البني بيجي باد لك. فهدول الاثنين باد لك ودث ابعدوا عنهم وخذوا باقي الالوان، لانه الاخضر فورشن بيجيب فلوس. كبيرة. الابيض حلو مثلا، لون الابيض كثير رائع، بخلي الانسان يفكر اكثر، بخلي ينتج اكثر كمخ. طيب احنا عندنا معتقدات بثقافتنا احنا انه مثلا يعني انه بالتواليت مثلا بالحمام لازم الواحد يضل مغطي اي شيء له علاقه بمثلا المجاري مثلا. مظبوط. كانوا دائما يقولوا لنا غطوا هاي الاشياء حتى لانه يعني في شيء طاقه سلبيه بتنبعث، هل هذا موجود بالثقافه الصينيه كمان؟ بالفونسوي هي العكس، بالفونسوي بنقول احنا دائما السيفون لازم يكون مغطى والبواليه لازم تكون مغطيه، لانه الطاقه لما تفوت على اساس بدها تجيب لك فورتشن او تجيب لك حظ كويس بتصير تفوت في البواليه فبتضيع. وباب الحمام لازم يسكر. دائما باب الحمام مسكر، خاصه هي بالماستر رومز. هلا في الماستر رومز دائما الحمام داخل الغرفه. فهي لحالها مشكله، يعني هاي مشكله. خاصه اذا ترتيب الحمام بالطريقه الوضعيه اللي موجود فيه ممكن يتعارض معهم ومع ابراجهم. تمام. ومع مع يعني مع الطاقه اللي داخله بالبيت نفسه. طيب انا بدي بس انوه انه يعني كمان اللي حابين انه يستفيدوا من خبره الدكتور عبد الناصر في ترتيب بيوتهم على طريقه الفونغ سوي بامكانهم انهم يراسلونا على موقعنا، على موقع يوم جديد، على صفحتنا على الفيسبوك، او حتى على في لكم كمان انتم موقع، في لنا موقع اظن يمكن يحطوه و7 elements for oriental art مع الهيئه. اوكي، هي هذا الموقع بامكانكم انكم تراسلوا دكتور عبد الناصر جرار حتى تقدروا تتواصلوا معاه. مشكورا طبعا، يعني هالعلم وهالخبره اللي عندك والله يا دكتور، يعني هيك بتطوع وجميل وروح حلوه وايجابيه عندك انك بدك يعني تفيد الناس بقدر ان شاء الله نقدر نفيدهم. لانه فعلا علم لازم يوصل للناس تنظم لهم حياتهم، واحنا هيك بناخذ جود كارما فيها، فاحنا ليش لا؟ يعني لما تقدر الواحد يعمل شيء ياخذ جود كارما والويلينج فور ات. الجود كارما معناها الترجمه الخطيه الكويسه. ممتاز ممتاز، ان شاء الله الكل بيكون عنده هيك ايجابيه بحياته، سلاسه مع الطاقه اللي بالدنيا، مع جسمه، مع كل هاي الاشياء تكون متناغمه. بدي اشكرك كثير دكتور عبد الناصر جرار، وانت رئيس لجنه رياضه الارنيس الاردنيه، تحياتنا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا للتلفزيون الاردني. الله يعطيك العافيه.